هذه سائلة تقول: أنا فتاة أديت العمرة ولبست نقابا ولكن مغطية النقاب، هل علي شيء؟ نعم، إذا لبست النقاب وأنت عالمة أنه ما يجوز للمحرمة وذاكرة لست ناسية، عليك الفدية ولو كان فوقه شيء آخر، لأن الرسول نهى المحرمة أن تنتقب سواء كان فوق النقاب شيء أو ليس فوقه شيء. الحديث عام. نعم.